ما تعال نتكلم شويه عن بعض النجوم بقى. لو هنروح في اوروبا ونتكلم تحديدا، هل ده متوقع برضو؟ احنا عارفين ان ده اخر مونديال لميسي، بس هل هو اخر مونديال لكريستيانو، which is برضو اكيد يعني ليفاندوفسكي على سبيل المثال؟ يعني خلينا نروح برضو للنجوم العالميين. اه ده بس ده كريم بنزيما مورد كمان، ده اخر مونديال لنيمار تقريبا، صرح ان ده هيبقى اخر مونديال لي. ده المتعه ده كل هتقل. يعني في لا في لعيبه كتير وارد ما نشوفهمش تاني في كاس العالم. نيمار كام سنه دلوقتي؟ اعتقد نيمار قرب في الثلاثينات. لا 32 بتهيألي. ما هو ممكن بالنسبه لي يقول لك انا لسه هقعد العب للمنتخب 4 سنين كمان يعني. برضو يعني هم نيمار مميز، بس نيمار ما التزامه في حياته والتزامه كلاعب ما وصلش لمرحله ميسي وكريستيانو. صحيح. لان عشان يوصلوا للسن ده تقريبا كيفن دي بروين برضو كان هيبقى ممكن ده يبقى اخر كاس عالم ليه. لا الموضوع صعب، بس احنا عشرنا اجيال كتير بطلت وما لعبتش كاس عالم. ميسي وكريستيانو هي المباراه اللي الناس كلها والعالم كله بيحاول ان هو يخلقها ويشوفها في النهائي. طبعا الارجنتين والبرتغال لو الاثنين تصدروا او لو الاثنين احتلوا وصافه مجموعتهم وارد يتقابلوا في النهائي لو المنتخبين صح. فهو الناس طبعا كلها نفسها، لا كلنا، وحتى فعلا في شركه من الشركات اللي بتعمل الاحصائيات وبتعمل التنبؤات في الكوره باستخدام تحليل البيانات، قال لك ان كاس العالم ده تحليل البيانات قال ان النهائي هيبقى ارجنتين وبرتغال، والارجنتين هي اللي هتكسب. مش برضو احد الشركات اللي بتعمل الجيمنج بتاع لعبه الكوره قال لك ان المونديال ده هيبقى بتاع ميسي وميسي، فهو كله هيلعب على حته ميسي وكريستيانو. من حيث المبدا ومن قديم الازل وفي اجيال كتير قديمه ما في مره شفت فيها منتخب انجلترا مش قوي، ايطاليا مش قوي، فرنسا مش قوي، حتى الدنمارك قوي. يعني كانت دايما المنتخبات اللي بتشارك في اي نسخه من نسخ كاس العالم كلها اقوى من بعض، وفكره ان انت تتكهن مين اللي هيوصل للمربع الذهبي ناهيك عن النهائي طبعا كانت اصلا شبه مستحيله. انت عندك البرازيل مولعه الدنيا، الارجنتين مولعه الدنيا، المانيا، اسبانيا طبعا. لا لا ليه دلوقتي ما بقاش الوضع زي زمان؟ لا هو يعني برضو مش زي زمان قوي، بس دلوقتي شويه خلي بالك في اكتر من ايطاليا مش مشاركه. ما يعني مثلا بطلت بطلت اليورو، ما هي خلي بالك يعني زي في مره كانت اعتقد مش فاكر السنه اللي فاتت ولا النسخه اللي فاتت ولا قبلها، كانت هولندا كانت مفاجاه بالنسبه للناس اللي ما شاركتش. هي وارد يعني ظروف المجموعه الدنيا ما كانتش افضل حاجه بالنسبه لايطاليا فما تاهلوش. فلكن دلوقتي احنا بنتكلم الناس لما بتتوقع كلها بتقعد تعرف تحليل البيانات والارقام والستاتستكس والحاجات دي كلها هي داخله. لكن في الاخر زي ما انت بتقول كده، ما النهارده كرواتيا لقيناها في النهائي، هل حد كان عمره يتوقع كرواتيا في نهائي كاس العالم؟ ما حدش كان يتوقع حاجه زي كده. في نسخه من النسخ اعتقد 2010 لقينا اورجواي كانت موجوده بشكل قوي في السيمي فاينل، وكان وقتها اورجواي منتخب قوي ولكن كان في منتخبات ثانيه مرشحه. فهو دلوقتي حتى الارجنتين في فتره من الفترات يعني في 2018 ما حدش كان متوقع انها تخسر بهذا السكور من فرنسا. دلوقتي الارجنتين الناس كلها بتسبورت الارجنتين عشان خاطر ميسي طبعا، لان ميسي وكريستيانو اللي هيرفع فيهم كاس العالم. طبعا مفيش فرصه ان حد تاني يلحقه. يعني قبل كده ممكن بالون دور يقعدوا يلحقوا في بعض لحد ما ميسي سافر باتنين زياده عن كريستيانو، وكريستيانو صعب خلاص في مسيرته ان هو يعوض الاثنين دول. لكن ده واخد بطولتين مع منتخب بلاد، ده واخد بطولتين، لكن اللي فيهم هيخطف كاس العالم ده التاني مش عارف يحصله. فالموضوع مثير في الحته دي. فنتمنى، انا للامانه انا بحب كريستيانو بصفتي ان انا كنت بحب ريال مدريد اكتر، لكن لما اشوف ميسي بياخد كاس العالم اكيد يعني هتبقى حاجه ممتعه وحاجه جميله، لان ميسي يعني حاله ميسي ده حاجه كده استثنائيه في الكوره. هو نجم طبعا كبير، بس انا زيك، انا كريستيانو، انا بحب كريستيانو عشان ريال مدريد يعني الصراحه. ما بكرهش ميسي، بس انا مشكلتي مع ميسي كان هو بيلعب في برشلونه وانا ما بشجعش برشلونه فدلوقتي هو في باريس فالموضوع اهون شويه يعني.